بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلبتنا الأعزاء في المرحلة الأولى في كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية. في هذه المحاضرة سنتعلم كيف نرسم خريطة لمنزل، يعني خريطة إنشائية لبيت أو ما يسمى فلور بلان. وطبعا سنأخذ أيضا فكرة بسيطة شنو عن معنى الفلور بلان. خلال الرسم سنراجع الأوامر السابقة ونأخذ أوامر جديدة إن شاء الله بالتفصيل. نبدأ على بركة الله. أولا خلينا نعرف شنو الفلور بلان أو المثال اللي راح رسمه. طبعا المثال اللي راح رسمه هو راح يكون يعني مثال تطبيقي للهندسة المدنية، ويفيدكم يعني تاخذون عليه بصورة تفصيلية أكثر بالمراحل المتقدمة إن شاء الله. هسه الآن مثلا لو عندنا هذا صورة لبناء معين، هنا ماخذين سايد فيو، هنا ماخذين فرونت فيو، هنا ماخذين سكشن. طبعا السكشن تبع ما ماخذين، احنا اللي راح نركز عليه هو الفلور بلان. راح ناخذ فلور بلان او ناخذ يعني قطع كأنه يعني نجي لهذا هاي البناية نقطعها بمستوى افقي على ارتفاع 1.80 متر 180 سنتيم. طبعا اكو شيء اسمه كونفينشن، يعني شلون الاتفاقية بين المهندسين والرسامين على بعض الامور، انه مثلا بالفلور بلان يجون يجي للبناية مثلا كل واحد يصور الغرفة اللي هو بيها او البيت اللي هو بيه، ويجي يقصها على ارتفاع 1.80 متر، يحسب ارتفاع 1.80 متر ويجيب مثلا منشار ويقص البناية او يقص البيت اللي هو بيه، ويجي باوع من الاعلى يشوف شنو المنظور اللي راح يطلع له. هو هذا يرسمه، هذا اسمه الفلور بلان اللي راح نتعلمه نرسمه بهذا المثال اللي راح ناخذ بهاي المحاضره، واللي راح نتعلم من خلاله بعض الاوامر الجديده ونراجع بعض الاوامر القديمه. اوكي، هاي فكره اوليه عن شنو الفلور بلان. يعني الفلور بلان اجي للبنايه اقصها على ارتفاع 1.80 متر واجي انظر من الاعلى وارسم الاشياء اللي تطلع امامي. واضح مثل ما بهذا الصورة موجودة أمامكم. طبعا هنا من راح نجي نرسم بهذا المثال راح بالنسبة لوحدات القياس. طبعا قضية الوحدات في الأوتوكاد بها تفصيل ما يريد نطبه الآن. الآن راح نجي نفرض أنه كل وحدة طول واحدة تمثل 1 متر، ويعني كل وحدة طول واحدة تمثل 1 متر. يعني من أقدر أرسم مثل خريطة لمنزل أو لعارة صفارغة بأبعاد 10 × 20، يعني 10 متر × 20 متر مساحتها 200 متر. يعني راح أرسم خط طوله 10 متر يمثل 10 أمتار، وخط طوله 20 متر يمثل 20 متر. إذا أريد أرسم في التفصيل أو في باب طولها متر أرسم خط طوله 1 متر، إذا أريد في شيء طوله ربع متر أرسم 0.25، وهكذا. واضح، لأنه كل وحدة طول واحد راح تمثل لي 1 متر. أوكي، هنا شباب راح تواجهنا في قضية، وهي انه احنا بالمثال يعني حتى نستفاد من اللوحة السابقة رسمنا ابعاد هشقد 500 × 350 اللي تعلمنا نسوي لها سيفات حتى نستفاد من الفريم من الاطار والمعلومات اللي كتبناها. خب مو جايتها بكل شيت. اوكي، فاذا اريد نرسم الخريطة مالتنا 10 × 20، اذا شوفوا هاي 10 × 20 تطلع كلش صغيرة بالنسبة لهاي المساحة اللي احنا رسمنا عليها اللي هي جد 500 × 350. بس اول شيء راح ناخذه راح ناخذ امر جديد اسمه سكيل. هذا الاطار اللي تراسمه بابعاد 350 × 500 راح نسوي له سكيل. السكيل شنو؟ اكفت امر موجود بالاوتوكاد اللي يجي للاوبجكت المرسوم عندك، العناصر اللي راسمها اما يكبرها او يصغرها بسكيل معين، يعني بمقياس رسم معين. واضح، طبعا سكيل هو تلقاه بموديفاي لانه هو يجري عمليه على شيء مرسوم فبموديفاي. مثل انا اجي ارسم بالبدايه ما اعرف وين القى موديفاي، هذا موديفاي زين، وين امر سكيل؟ هذا اسمه موف، هذا اسمه روتيت، هذا اسمه سكيل. واضح، بكل بساطه اجي
او اكتب سكيل بالكوماند ويندو. الان من اقرا على امر سكيل ايش كتب لي؟ سيلكت اوبجكتس، شنو العناصر اللي تريد تسويهن سكيل؟ راح اقول له هذني كلهن، هذني كلهن. شوف شباب، هنا أنا ايضا راح نتعلم همات امر ثاني بنفس الوقت، او مو امر، هو السلكشن، قضيه الاختيار. شلون راح اجي اختار اكثر من اوبجكت؟ انا اقدر، احنا تعلمنا سابقا اجي على هذا الاوبجكت انقر عليه اختاريته، صار سلكت شنو وان فاوند الاخر وهكذا. بهاي الطريقه بدايه. اكو طريقه اخرى شنو؟ هسه لو اجي بعض الشباب بلي هاي الحاسبه بلي، هسه لو اجي احرك احرك انقر 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 خارج الرسم وعلى يمين الرسم، واضح؟ على يمين الرسم، واحرك المؤشر راح يرسم لي هذا المستطيل. شوفوا اي شيء، اي اوبجكت يصير جزء من عده في الرسم بهذا التحديد. يعني الان انا فقط نقرت هنا على يمين الرسم وحركت المؤشر بدون اي نقر، حركه حره للعفو، حركت الماوس. يعني اذا تلاحظون هذين العنصرين الخطين المتوازيين بتحفز انه راح يصير لهم سلكشن، راح يصير اختيار، واضح؟ لو امدد بعد هذا السلكشن مالتي بدون النقر، مجرد تحريك الماوس، ايضا دني الشكلين اللي الان عندي، الخطين الافقيين اللي بالاعلى اللي هنا كلهن ضمن التحديد تحددا، وعدي دني الخطين اللي بالاسفل العموديات جزء من عدهن صار ضمن التحديد تحددا ايضا. اوكي، هاي الطريقه الاولى. بس الان تحدد هلا تحديدا دني كلهن، بعد اقدر اضيف تحديدا لان هو يقول سلكت اوبجكت. بقول له هسه اجي اتحرك بالعكس، ابدي من اليسار، من اليسار انقر نقرة واحدة وتحرك باتجاه اليمين، باتجاه اليمين. شوف الآن شوف الآن من صار أكتف إنه صار إنه مستعد إنه يسوي سيلكشن، فقط الكتابة. ليش؟ لأن الكتابة كلها صارت ضمن السيلكشن، بينما لأن الخطوط الأفقية، هاي الخطوط الأفقية ما تفعل، ما يصير لها سيلكشن. لو أنقر نقرة أخرى الآن صار سيلكشن فقط للكتابة، بينما لأن الخطوط ما صار لها سيلكشن. ليش؟ هنا عندي طريقتين بالتحديد. الطريقة الأولى إذا أجي أنقر من اليسار وأتحرك باتجاه اليمين، أي شيء يدخل، أي أوبجكت يدخل جزء من عدة في ضمن هذا السلكشن مالتي راح يتحدد، حتى لو مو كله، مو يحتويه، واضح؟ بس يتقاطع وياه كروزنج تحدد. الآن الخطوط كلها تحددا، بس هاي الكتاب الآن ما تحدد. ليش؟ لأن ما كان داخل. بينما لو أجي أتحرك بالعكس، أنقر النقرة الأولى سواء بالأعلى أو بالأسفل ما يأثر، من اليسار واتحرك باتجاه اليمين، فقط الاوبجكت اللي كل محتوى في ضمن التأشير مالتي راح يتحدد، واضح؟ هذا اسمه ويندو سيلكشن، واضح شباب؟ طبعا قد احتاج مرات اسوي السيلكشن بالويندو ومرات بالكروزنج، هاي القضية انتبهوا لها. وطبعا السيلكشن بهواي قضايا، بس خلينا ناخذ على هالقدر. ومثل ما تعلمنا سابقا بالشيفت نقدر نلغي ايضا، اذا مثلا صار السيلكشن جزء ما اريده ادوس شيفت يلغي السلكشن. هسه نرجع لقضية السكيل حتى من يعني نفقد وحدة الموضوع. سكيل قال شنو؟ سلكت اوبجكت، راح ابدي اختار من اليسار، انقر نقرة واحدة باليسار واتحرك الان بس بدون نقر. من شوف صار كل الاجزاء تحددت، انقر نقرة اخرى صار سلكشن، يقول انتر، كملنا من السلكشن. الان يقول سبيسيفاي بيس بوينت، اللي تفيد نقطة مرجعية يبدي يعني يصير التكبير والتصغير نسبة إله. خلي أقول مثلا هذا الركن، أنقر بهذا الركن. أوكي، الآن إيش قال؟ قال specify scale factor، يريد الفاكتور، يعني هذا إذا أريد أكبره ضعفي يعني أكتب 2، يعني ضعفي عفوا أكتب 2، إذا أريد أصغره أسوي نص الرسم السابق أكتب إيش كثر؟ أكتب 0.5. أنا صراحة أصغره بنسبة 0.06 حتى يصير بأبعاد 21 × 30، 0.06، إنتر، واضح؟ الآن صارت الأبعاد مالتي شنو؟ لو سأجي لي الدايميشن، هذا صار 21 وهذا صار 30، واضح؟ واضح شباب؟ الآن حولت الإطار مالتي للمقياس اللي يناسبني بالرسم. أوكي؟ طبعا هذا قضية
السكيل اقدر استعملها على اي اوبجكت، مثلا عندي هاي الدائره اسوي لها سكيل، مثلا راح اسوي لها سكيل اكبرها مثلا مو اصغرها. سلكت اوبجكت اقول له هاي الدائره وين البيس بوينت، تاكيد الاختيار انتر ماس تاكيد الاختيار، بس كميت هذا تاكيد الاختيار، مثلا يقول لي البيس بوينت المركز مالته، ارد اقول له السكيل مالته 2 اكبر لي اياها ضعف، اكبر لي اياها ضعف، وهكذا. هاي بالنسبه للسكيل. زين الان شباب نجي للموضوع الرئيسي، طبعا كلهن صار بالنسبه او 6 وبقى نفسه، طبعا تجي تغير المعلومات تجي تغيرها. اجي هنا شباب ارد ارسم هاي هنا عندي كانه باعوا شباب، هاي هنا عندي فد عرصه وهذا السياج الخارجي مالتها، العرصه بعدها 20 متر في 100 متر العفو في 10 متر يعني جد 200 متر مساحتها. باعوا شباب هنا هذا مثل السياج الخارجي، وعندي يعني لسرعة الحل عندي باب لسرعة الرسم يعني باب واحدة خارجية، وعندي غرفة واحدة بأبعاد 4×5 من الداخل، وعندي هنا الباب داخلية وشباك. راح نجي نتعلم شلون نرسم هاي التفاصيل. طبعا أغلب الأوامر راح نتطرق لها هي أوامر احنا ماخذيها سابقا، أغلب الأوامر احنا أوامر مر علينا سابقا. هسه راح أبدي أرسم في داخل إطار مالتي الرسم شنو، مستطيل أول شيء 10×20 الخارجي أبعاد خارجية، راح أبدي أرسم. طبعا ترسم باللاين او بالبولي لاين باللي يعجبك، اذا ترسم بالبولي لاين حتى تتخلص من قضيه ال يعني التريم مع تريم، او باللاين بكيفك. فتجي مثلا راح ابدا ارسم هنا مثلا اكتب 20 انتر 10 انتر 20 انتر كلوز اوكي. طبعا هذا الرسم يفضل تخليه بالوسط، شلون تخليه بالوسط؟ تجي تحدده كله تقول له موف، مثلا حددته كله الان تأكيد الاختيار، تجي تختار نقطة المنتصف مالته. شو نطلق نقطة المنتصف مالته؟ هاي هنا مثل ما تعلمنا بالمحاضرة السابقة، نشغل هذا صحيح شنو؟ Object العفو Tracking أوكي، هذا Object Snap Tracking، هذا يعني توقع لي يقول لي مثل بين هاي النقطة وهاي النقطة الثانية، هاي نقطة المنتصف مالتهم. الآن أجي أقول له بين هاي المنتصف هذا هنا المنتصف وهذا المنتصف طاني شنو هاي النقطة مثلا. طبعا هذا المنتصف الآن طاني شنو منتصف الخط هذا كله، مو منتصف الخط يعني مساحة الرسم الموجودة. فأقدر أرسم خط هنا، أنا أقدر أرسم خط أطلع منتصف مالته وأخلي الخريطة مالته المنتصف مالته أوكي. الآن نبدأ نسوي الإطار، الإطار الداخلي. إذا كنت مسوي هذا كله بالأوبجكت سناب العفو بالبولي لاين، أقدر رأسا أسوي شنو، أسوي له أوفسيت وزغر. أنا سويته يعني راح أختار شنو أمر اوفسيت واجي اوبجكت اوبجكت. ايش قد المسافه هنا شباب؟ شوف شباب ركزوا يا شباب هنا الارقام هاي تحفظوها. عرض الجدار بصوره افتراضيه ربع متر، واضح هاي الابعاد اذا ما نذكرها فتكون هي يعني الابعاد الافتراضيه اللي تعتمدون عليها. عرض الجدار تحفظوه ربع متر، واضح. فاذا هنا قد راح يصير اوفسيت مالتي 0.25 اللي راح يمثل لي هذا عرض الجدار. هاي هنا للاسفل للداخل كله للداخل، طبعا لو كنت مسوي بولي لاين بخطوة واحدة كله يصير اوكي، وما يحتاج يسوي تريم. زين بعدين طبعا هنا شباب بنجي نرسم رسم انشائي لكل خط له معنى، يعني هسه هنا معنى عندي جدار محيط يعني كانه سيجتي العرصة مالتي سيجتها، وعندي هنا اعمدة بالاركان، واضح. فهذا الرسم زائد بعدين نتخلص من عنده. بعد عندي شوف شباب عندي غرفة بأبعاد 4×5 من الداخل، هم هذا شلون تجي ترسمها باللي عجبك ترسمها. انا صراحه افضل ارسمها بالكوبي مثلا، يعني باع شباب صراحه اجي ارسم اول شيء هذا خط الافقي، هذا خط الافقي اول خط مسافه منا لهنا 4 متر، وهذا عرضه ربع متر عرض جدار، يعني هذا خط بعده 4 امتار وهذا بعده ايش قد 4 امتار وربع 4.25، واضح. هسه اجي ارسم هنا أنا. اقول لك بالكوبي تقدر بالاوفسيت، اقول لك كوبي سيلكت اوبجكت تأكيد الاختيار البيس بوينت مالتي اجي اقول له 4. هسه انا عندي الكوبي مشغله بعد اقدر اسوي نسخه ثانيه على بعد ايش قد؟ على بعد 4 وربع، مين ياخذ ال 4 وربع من البيس بوينت؟ فاقول له 4.25 كمل اطلع من الامر. فهسه هذا صار على بعد 4 متر وهذا صار على 4 وربع. نفس الشيء اجي للخط العمودي الثاني، هذا ايش قد مسافه من هنا 5 وهذا عرضه ربع متر، فخمس الثاني 5 وربع. اجي هماتين بامر كوبي او تقدر بالاوفسيت نفس الشيء، اقول له شنو سيلكت اوبجكت، هذا اوبجكت تاكيد الاختيار البيس بوينت مالتي اختارها هاي هنا أنا. ايش قد المسافه؟ طبعا يفضل تاخذ الاند بوينت. ايش قد المسافه اخذها؟ 5. الخط الثاني اللي وراء
5.25 بنفس الأمر. أوكي كملت إسكيب. الآن شنو صار عندي هنا حائط إضافي، هنا حائط إضافي أعمدة، أجي أشتغل بالترم أخذ زائد ترم إنتر، أجي دائما من النهايات أجي أخذ الأجزاء الزائدة أعدي بالرسم دائما أبدي قلنا شنو من النهايات. طبعا هذا اللي يطلع كله بالرسم هنا أنا بالويندو مثل ما تعلمنا سابقا، بس أجي هذا زائد عفوا هذا الآن ما المسح شلون المشكلة كنترول زد يرجع لمكانه. أوكي لا تتوسخ اللوحة ولا هم يحزنون. هذا ايضا هنا ايضا زايد ادي هذا منها زايد هذا هنا كله زايد هاي هنا انا لان هذا الخط زايد هذا الخط. الان اجي هذا هنا صار عندي مشكله كنترول زد كنترول زد شوف شنو المشكله صارت هنا كنترول زد بلي هذا قطعه هذا اوكي. طلاب دائما لا ترتبكون تراجع الخلف تنحل المشكله، بس لا تجي تلزق الرسم تلزيق مثلا تجي تضيف خطوط وكذا، هاي كلها راح تطلع عندك بعدين بالرسم وكلها تنقص من درجتك، لان هاي احنا يعني الغرض هي مو الدرجه والنقص من درجتك، وانما هاي بعدين من تبدي ترسم على هذا الرسم مالتك هذين الخطوط راح تسوي لك مشاكل ان شاء الله. من نتقدم ناخذ يعني بالمواضيع وتشوفون شنو المشاكل اللي يسويها هاي الخطوط الزائده المرسومات. الان شنو رسمت انا كانه رسمت كأنه غرفة سياج وبنص غرفة وماكو بيبان، يعني هذا يطبون لازم يطفر من الحائط. هسه نجي نريد نسوي فتحة للباب، هاي فتحة الباب شباب اوكي. اللي نسوي فتحة الباب شلون نسوي فتحة الباب؟ ايضا انت شنو شلون تسوي استراتيجية عندك؟ انا الاستراتيجية ما تشنو شو بعرف راح اذكر. راح ابدي ارسم خط هنا وامشي مسافة معينة. طبعا خلينا نجي اول شيء للابعاد. شوف شباب هاي هنا عندي ابعاد، دائما هاي المسافة المسافة هذا هاي المسافة يعني المسافة الباب فتحة الباب عن الحائط الجدار عمود عليها هي نصف أرض الجدار اللي هي 0.125 واضح. أيضا هذا حفظوه افتراضي إذا ما طينا بالامتحان هذا يكون شنو البعد حفظوه افتراضيا عندكم. فشلون أنا راح أجي أرسم هاي العرض الباب 1 متر أوكي. راح أجي سهنانة راح يعني الخطة ما تهجي راح أرسم خط إيه هنا هذا راح أرسم خط إيه هنا أوكي. رسمت الخط هذا الخط راح اسوي له موف بالمسافه اللي قلنا هي هاي 0.125 اوكي موف شد 0.125 انتر واضح. الان حتى اسوي فتحه الباب الجهه الثانيه شد امشي متر 1 متر اسوي له كوبي على مسافه 1 متر. طبعا انت شنو اللي يعجبك شنو انت تشوفه مناسب لك تسوي، بس شنو لازم تطلع خطه للرسم مالتك. تاكيد اختيار هاي هنا شد 1 انتر. الان صار بعد شنو نوخر الاجزاء الزائده تريم انتر. الان العفو تريم انتر. الان سوينا فتحه الباب اوكي شباب. الان سوينا فتحه الباب بس نجي طبعا شلون نرسم تفاصيل موجوده بالباب. هنا عندي هاي هنا الاطار مال الباب يطلع بهذا الشكل، هاي السحوله الشرشوبه وهاي الباب يعني نفس الباب وهذا مسار حركه الباب. وعندي هنا شباك واضح، عندي هنا شباك. طبعا الشباك هنا انا راسمه وين؟ بمنتصف الجدار المتبقي وخلينا نقول عرضه 1 متر. شوف شلون راح ارسم مكان الجدار فقط العفو مكان الشباك. راح ابدا ارسم هنا خط بالمنتصف منتصف هذا الخط واضح. الان هذا اسوي له اوفسيت نص الاعلى ونص الاسفل اوفسيت قد مسافه 0.5 الاعلى 0.5 للاسفل. الان هذا بالوسط ما اريده لانه يعني فقط خط مساعد اوكي. الان سوينا فتحه مكان الشباك بقى عاد شنو الباب الخارجيه خلينا نقول مسافته 3 امتار هماتين نفس القضيه. راح ابدي ارسم خط هنا أنا على مسافه ارسم خط واسوي له موف موف مسافة 0.125 اوكي. الدور اسوي هنا قلنا افترضنا ان مثال بالمثال انه عرضها 3 متر اسوي له كوبي على مسافة تأكيد الاختيار على مسافة 3 متر. الان اطلع من الكوبي اسوي شنو دور تريم تريم انتر. لازم يطلع كله برسم اسف
طبعا طريقة أسهل للتريم. من أقول تريم يقول لي هذه الحافات قطع، أقول لها هاي حافة قطع أو هاي حافة قطع وتأكيد الاختيار، وأقول لها أقطع لي هذا، هنا ما يحتاج يعني القطعة هاي. الآن سوينا يعني الإطار الخارجي للخريطة مالتنا، بقى عندنا لازم نرسم الأبواب والشبابيك وناخذهم بالإن شاء الله بالجزء القادم من المحاضرة.